صحة في الدراجي شت كابن عمي ديالي كتقول لهم اه لو تتعادل نيجيريا اه واخد الامور بجديه ما حاملش الكوت ديفوار تربح. علاش؟ باش حنا من احنا غا ضحكينا بهم. حنا ندوزين الوقت بقات لنا واحد 12 يوم ولا 15 يوم اللي خرج المنتخب نتاعنا بقات الشيطه موجدين شويه نتاع الطنز شويه نتاع الضحك شويه نتاع الادرينالين شويه نتاع التفاعلات شويه نتاع الانفعالات. ملي تسالوا لينا بقى لنا اخي عموتا ما جابش الله البارح بقى لنا شويه هاد الايفواريين وانت من نيتك اه لو تتعادل نيجيريا اه يا العفريت مسموه ما حافظت الراجل مسموه معليش معليش الصحافي معليش كتوقع كتوقع لان المنتخب ديالك خرج في الرتبه 18 وحنا المنتخب ديالنا في الرتبه 11 هو بحال بهذه الحقيقه ولكن 11 كمان ماشي بحال 18.